الست حليت في عينه، بدأ يقعد عندهم فترات أطول. طبعا الزوج مكسور عينه مش قادر يطرده. قصة حلقة النهاردة حصلت في دولة من الدول العربية، ولكن في منطقة ريفية، منطقة بتحكمها عادات وتقاليد مختلفة تماما وممكن ما تدخلش العقل. البنت بنت عيلة طيبة متوسطة على قد حالها، وصلت لسن 16 سنة. الست اللي أنا شخصيا متعاطف معاها لأنها تمر بعد كده بمحطات ومواقف ما نتمنهاش لأي حد. جوازة صالونات عادية جدا، أهل العريس بيجوا لأهل العروسة عن طريق وسيط وبيقولوا إن ابننا كويس وابن حلال وسابنا وساب البلد من فترة وراح اشتغل في دولة أوروبية لغاية ما قدر يحصل على إقامة دائمة وحالته زي الفل، وبنتكم دي هتسيب القرية بقى وتروح لدولة أوروبية عريقة وتستمتع وتعيش عيشة الرفاهية إلخ. الأهل بيوافقوا مبدئيا، البنت لسه صغيرة ما تعرفش أي حاجة، الجوازة بتتم. القصة دي حصلت قبل حوالي 21 سنة، سنة 99. كان وقتها مفيش طبعا التقدم في الانترنت والاندرويد، والناس بتبعت لبعض واتساب وصور وفيديوهات ومكالمات بالفيديو. المهم قدرت تحصل البنت على صور للشاب الكويس اللي مظهره لطيف، فما كانش عندها اي مانع. اتجوزت بالوكالة، أهل الولد أخذوا منه وكالة وكتبوا الكتاب على البنت، وعلى طول شحنوها، وأنا آسف لللفظ يعني، كأنها يعني وراحت للدولة دي علشان تتلقى أول صدمة. إيه اللي حصل بقى؟ إن البنت لما سافرت للزوج ده اتفاجأت بأنه الراجل ده معاق، عنده عيب خلقي في ساق من الساقين بيخليه إنسان مش سوي على المستوى الجسدي ومش طبيعي. وأنا دايما لما بشوف حد من أصحاب الهمم سواء في الإعاقة الجسدية أو الذهنية، طبعا الواحد على المستوى الإنساني يعني بيكون ليه موقف وبيتعاطف جدا وبيساند جدا، ولكن الراجل ده مهما كان الوضع اللي هو فيه ما يستاهلش ان احنا نتعاطف معاه للاسباب اللي انا هقولها لحضراتكم. البنت اتفاجئت بانه عنده مشكلة خباها عليهم، واهله خبوا على اهل البنت الموضوع ده وما صرحهوش بالحالة البدنية والصحية لابنهم العريس. البنت سافرت لقت الوضع ده، بس هتعمل ايه؟ خلاص سافرت الدولة الاوروبية دي وخلاص بقت هي وزوجها لوحدهم ومقفول عليهم باب ومفيش اي حد من اهلها، ووسائل الاتصال في الوقت ده ما كانتش متاحة قوي زي دلوقتي، ما كانتش بالسهولة دي. عدى على الجوازة دي حوالي سنة رزقت فيها بالمولود الاول. في الفترة دي بدأت معاملة الراجل ده مش تتغير، ولكن هو بدأ يظهر على حقيقته. الراجل اللي قاعد في الدولة الأوروبية وأهله وأهل البلدة الصغيرة دي فاهمين أنه ياما هنا ياما هناك، الوضع كان مش كده خالص. ده كان عاطل ما بيشتغلش، وبما أنه حاصل على إقامة فليه بعض الحقوق في الدولة دي زي الإعانة وإعانة السكن، فكان عايش على الإعانات من الدولة، بيدفعوا له الإيجار أو بيساعدوه في الإيجار وبيدوا له مبلغ معين بما أنه من أصحاب الهمم وحالته الصحية ما تسمحش، فما بيشتغلش، والجزء كبير من المبلغ اللي بياخده بيقضيه وبيصرفه على الأمار وعلى نزواته. معاملته لبنت 17 سنة في التوقيت ده كانت معاملة مفيش أسوأ من كده، ضرب وإهانة وحبس في البيت ومش قادرة تحصل على كل اللي بتتمناه من نفقات الحياة. وقتها الست قالت كفاية لغاية كده ذل ومهانة، أنا هروح أشتغل. قدرت بالفعل تنزل تروح تدور على شغل، وقدرت تحصل على شغل وبدأ يجي لها مرتب.
المرتب او الفلوس اللي كانت بتحصل عليها كمان ما رحمهاش، وبدأ هو ياخد منها المبالغ اللي بتتحصل عليها ويصرفها على نزواته بالإضافة للمبالغ اللي بياخدها من الدولة. سنة في التانية في التالتة لغاية ما عدى حوالي 10-11 سنة على الزيجة دي، والبنت جابت آخرها ضرب وعنف وإهانة، وصل بيها المطاف، لأنها من بعد علقة من العلقات اللي أخدتها والعنف اللي تعرضت ليه راحت مستشفى أمراض نفسية وعصبية. من بعد ما راحت مستشفى اتعالجت من آثار الضرب اللي كانت فيه، وبدأت تبقى إنسانة غير سوية عصبيا على طول، تهيؤات على طول، خايفة على طول، مرتبكة على طول، بيجي لها نوبات، بقت إنسانة مشوهة على المستوى النفسي، وصرحت أهلها في المرحلة دي. المصيبة والكارثة إن أنت تتظلم وما تلاقيش حد في ظهرك، تلاقيش حد قادر إن هو يسندك وياخد حقك. الأهل بتاع البنت دي أو أهل البنت دي كانوا ناس على قدهم شوية، من أسرة متوسطة. أهل الولد ده كانوا عالم كويسين على المستوى في المناصب واجتماعيا وماديا، فأهل البنت مش قادرين يعملوا حاجة، يروحوا يشتكوا ابنكم عمل كده كده مع بنتنا، فيقولوا لهم إن شاء الله هنشد عليه وهنتخانق معاه، وابن عمه موجود معاه، فبدأوا يشكوا لابن عمه، ابن عمه اللي كان مصدر مصيبة من المصايب بعد كده، لأنه كان صاحب الزوج، وكان الزوج في الظروف المبهدلة اللي هو حاطط نفسه فيها كان بيستلف منه فلوس كتير جدا، فكان ولي نعمته أو صاحب فضل عليه، أو نقدر نقول بالمعنى البلدي للأسف يعني إنه كاسر عينه. بعد فترة من القرب ما بينهم وداخل خارج على البيت، بدأ يدرك تماما إنه الزوج ده زوج منبوذ من زوجته، الست حليت في عينه، بدأ يقعد عندهم فترات أطول، طبعا الزوج مكسور عينه مش قادر يطرده، وهو عارف على حد رسالة الزوجة إنه الشخص ده عينه منها، وعمل مش واخد باله، لغاية ما الست تعرضت لمحاولات متكررة للإيقاع بيها أمام وعلى علم الزوج اللي عامل مش واخد باله. بتمر الأيام وبتقدر تحصل على فرصة أو هفوة من الزوج ده، وتقدر تحصل منه على إذن بزيارة أبوها المريض وأمها اللي حالتها الصحية متدهورة جدا، وبتنزل البلد بتاعتها علشان تزور أهلها، وبتاخد معاها الطفلين دول. الست لما رجعت لأهلها ورجعت لبلدتها، هل قدرت تسلم منه؟ لا. ليه؟ لأنه الست وأهلها راحوا لأهله قالوا له من فضلك عايزين الشخص ده يطلق بنتنا، الشخص ده رافض. أهله كمان مش قادرين يجبروه على طلاق بنت الناس، وكانت النتيجة إنه بتعدي سنة في اتنين في تلاتة، أكتر من 4-5 سنوات، والست دي معلقة، اللي هي قادرة تحصل على حقها وتنفصل وتبتدي حياتها مع زوج آخر يقدرها ويحترمها، ولا هي قادرة تستمر في حياتها كده معلقة، لهي طايلة سما من أرض. عليكي أن أنت تتمسكي بحقوقك، حاولي تتعاوني مع أهلك أكتر، حاولي تقفي قدام العيلة دي مش بالخناق ولا بالمعارك، ولكن أرجو أن صوتك يوصل لهم ويعرفوا أن هم ظلمينك ظلم كبير، وهم يتعاملوا مع ابنهم بما يرضي الله. أنا منتظر تعليقات السادة المتابعين، أتمنى التفاعل وأتمنى إبداء الرأي والنصيحة لصحبة قصة النهاردة. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المحاكمة.